اسمع لهذا الحديث، والله العظيم هذا الحديث يشترى بماء العين. تصور نحن الآن لا نملك إنترنت ولا تكنولوجيا ولا شيوخ دين يعلمون الدين، أحدهم بشرك قال يوجد حديث أنت وقعت في الزنا، ويوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أذكره، لكن يجب أن تسافر كذا وكذا لتسمع الحديث. تسافر أم لا تسافر؟ تسافر، تريد التوبة. هذا الحديث جاء لك على طبق من ذهب. ابن عباس يقول جاء قوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنك تدعو لشيء حسن، يعني الإسلام، فهل لأعمالنا من كفارة؟ يا رسول الله نحن أكثرنا الزنا والقتل، يعني ليس فقط زنا، لا وقتل أردى. فأنزل الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فبكى القوم، رب العباد يقول أنتم أسرفتم لا تقنطوا من رحمة الله، ترى سأرحمكم لكن تعالوا إلي. لهذا الله عز وجل يقول ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ لم يقل من عباده. بالله العظيم اسمع اسمع، الأصل في الآية أن تقول ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده، لأن التوبة من أين خرجت؟ خرجت من العبد، فالأصل أن يقول الله عز وجل من عباده، لكن لماذا قال الله عن عباده؟ اسمع لروعة القرآن، كأن الذنب أبعدك عن الله، فعن للمسافة، أنت تقول أنا بعيد عنك، عن للمسافة، فالله عز وجل يقول ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، كأنك أنت الذنب أبعدك عن الله، والله عز وجل يقول لا تعال أنت توب وأنا آتي بك، بس أنت توب تعال. لهذا أنت ربما تقع في ذنب، لكن اعلم أن الله عز وجل شانه استحالة جل وعز أن يمنع باب التوبة عن أحد. لهذا الله عز وجل يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. لكن الله عز وجل يبدلك بكل هذا حسنات يوم القيامة، لكن يريد الله عز وجل شانه منك التوبة.